السلام عليكم. تعال يا عم. هلا بيك كبير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير. الله يحييك. 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 احنا اليوم مع الطرف. تفضل يا شيخ سودان. انا الجميع يا اخوان. انتوا زي الهوى. السفير انتوا زي الهوى. المحل اللي بتفنوش فيه محل الله يعزك. شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، واحفظ لنا قيادتنا الهاشمية ممثلة بسيدي ومولاي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. اللهم آمين. اللهم احفظ لنا أبناءنا في جيشنا العربي الباسل، وأبناءنا في أجهزتنا الأمنية، وأبناءنا في كل أجهزة الدولة الأردنية. اللهم آمين. أنا بس في عندي ملاحظة حاب أني أحكيها، وحاب أني أنا أحكي الإشي اللي أنا بشعر فيه. أنا بعتقد أنه كل الأردنيين على تراب هذا الوطن، على أرض الحشد والرباط، هذه أرض الحشد والرباط، أرض مباركة الله جل جلاله والرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها: تقاتلوهم من خلف النهر حتى الشجر والحجر ينطق ويقول يا مؤمن يا مسلم ورائي يهودي تعال فاقتله. أنا الملاحظة اللي أنا بشعر فيها مثل كل أي أردني شريف على تراب هذا الأردن، أول إشي إحنا الأردنيين في هذا البلد، كل الأردنيين من شتى الأصول والمنابت، أردنيين شركس شيشان، أصول فلسطينية، أصول سورية، أصول عراقية، أي واحد بيحمل الرقم الوطني الأردني فهو أردني على تراب هذا الوطن، وكل الأردنيين على تراب هذا الوطن مع الأمن، خلف الأمن وخلف الجيش وخلف قيادتنا الهاشمية. لكن في ناس يعني قاعدين بثيروا فتن في البلد، قاعدين بثيروا فتن. فش إنسان أردني على أرض المملكة الأردنية الهاشمية ضد الأمن. هاي المظاهرات اللي قاعدة بتطلع عند سفارة العدو الصهيوني، هاي بتطلع حتى توقف نزيف الدم على أهلنا وأطفالنا في غزة، لأنه هذا اليهودي المستعمر الصهيوني يعني تبجح في القتل أهلنا وأطفالنا في غزة وفي فلسطين. لكن إحنا الأردنيين اللي بطلعوا هذولا عند السفارة الأردنية
هذولا كلهم خلف القيادة الهاشمية وكلهم خلف الجيش ولا لا يا أخوان؟ هذا شعورنا. إحنا كنا خلف القيادة وخلف الجيش وخلف الأمن، ولا بهولنا لا في ابننا العسكري، لأنه العسكري اللي واقف في وظيفته شعوره يمكن أكثر من شعورك إنه هذه السفارات يعني تطلع من هاي البلد وإنه فلسطين ترجع حرة عربية أبية إن شاء الله. إخواني في هذا الديوان العامر، أنا باسم هذه الجاهة الكريمة الذين كرموني، وهاي كرامة من عشيرة أبو عواد المنسي ومن حضر معنا من شيوخ ووجهاء الأردن الذين دائما نحن نعتز ونفتخر بهذه الوجوه الغانمة الطيبة، الذين كرموني بأن أكون المتحدث الأول باسمهم، وأنا والله لست بأفصحهم لسانا ولا أوجههم. كل واحد في هذه الجاهة جاه يستطيع أن يتحدث أفضل منا، ولكن هاي كرامات دائما الرجال تكرم بعضها، ولهم مني جزيل الشكر والامتنان. إخواني العزيزين أبناء عشائر نعلين بالعين بالعين، يقول الحق جل. بلاش تخاطب بالعين، احنا اسمنا عشيرة حي نزه، وانت لسه بتقول ورقه وطني ومنابت واصول، احنا مطبقينها عملي في حي نزه. ونعم احنا عشيره واحده في حي نزه اسمنا عشيره حي نزه. ونعم وما التعمري والمدناوي و و و الا اسماء ماشي، العشيره عشيره واحده. انما المؤمنون اخوه، احنا كنا اخوه، ابناء عشائر حي نزه الكرام. هي مكتوبه وراك، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. احنا ابناء عشائر نزه الكرام، يقول الحق جل جلاله في هذه الوجوه الغانمة الطيبة في هذا الديوان العامر، أهل الخير أهل الإصلاح، يقول الله جل جلاله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على عمل خير لكم من الصلاة والصوم والجهاد في سبيل الله؟ قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: إصلاح ذات البين. ويقول الحق جل جلاله أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اجعلكم من الكاظمين الغيظ ومن المحسنين. إخواني أبناء عشائر نزال، تشرفت هذه الجاهة الكريمة إلى ديوانكم العامر، وإن شاء الله هذا الديوان بظل عامر بأهله وبرجاله من أبناء عشائر نزال، وجايينكم إثر المشاجرة اللي حصلت مع أبناء عشيرة المنسي وأبناء عشيرة عشائر حي نزال. يا زلمة جنان أهالي بالعين، عشيرة حي نزال اسمها عشيرة حي نزال. أول إشي بالعين اسم من عشيرة حي نزال. إحنا أول إشي جايين نعتذر لأبناء عشيرة للنعيم من حي نزال، جايين نعتذر على هذه المشاجرة، وجايين انه احنا اول شيء بنتأسف، واحنا جايين وبيبدل حابين تعطونا عطوة. حياكم الله، حياك الله مختار، حابين تعطونا عطوة، احنا بين ايديك يا شيخ ابو الرائد والجاهة حمالة، وانت تفصل واحنا نلبس. حاب تعطينا عطوة احنا جاهزين اللي بدك اياه، حاب تتكرم علينا في هذه الأيام الفضيلة، اليوم يوم الوقفة، تقبل الله طاعاتكم، وإن شاء الله إحنا بنستنى بالنصر لا أهلنا بغزة، إن شاء الله النصر قريب. وحاب تعطينا بين إيديك، والسلام عليكم ورحمة الله. حياك الله أسود، الله يمسك بالخير. مقبولة مقبولة. أول إشي أنا مرحب فيكم أشد الترحيب لأني بعرفكم الله يعين شيخاً شيخاً حبيب أبو الرائد، لأنكم والله العظيم تقوموا بعمل من أعظم الأعمال عند الله عز وجل. وأنا بعتز فيك يا شيخ فايز والله، لأنك يعني ثابرت وقفت مواقف كثير وتعرضت لكثير، لكن لساك ثابت، ونسأل الله لك الثبات، ونسأل الله لك الأجر أنت وإخواني وإخوانك اللي بمشوا وبشعوا دائما في إصلاح ذات البين. وهذه يعني ما برتقي إلى أي رجل للعلم، يعني هذا الله بختارهم اختيار يا أخوان، والله ما هي إلا ملكة من الله عز وجل، الله ما هي لا هي بتمثيل ولا بتقليد ولا صعب، هاي ملكة بعطيك إياها الله، بقول لك امشي روح
أول شيء الله يحييك يا شيخ فايز، لكن أنا بدي أعرف يعني أنت على إيش جاي. أنت بتقول مشاجرة يا أخوان، هي ليست مشاجرة، هو اعتداء سافر من شخص ما أعتقد أنه كان صاحي، لأنه لو كان صاحي ما بيعتدي على بيت ما في غير النساء، بناتنا، بنات حي نزال، بنات عشيرة حي نزال، بنات البعيد، بناتنا كلنا. هذا الشاب أنا متأكد لأنه العوادية أهل عرف وعادة، والله الله أنهم جماعة محترمين. لكن أنت بتفضل في بداية كلامك وقلنا خلف القيادة وخلف الحكومة وخلف الجيش وخلف الأمن، لا يا سيدي أنا بخدمك، إحنا القيادة وإحنا الجيش وإحنا الأمن وإحنا كل شيء، لأن القيادة دمها من دمنا وفي منا فينا، عشيرة من عشائرنا، والجيش أبنائنا والأمن أبنائنا، وإحنا كلنا بنسعى للحفاظ على السلم والأمن المجتمعي وعلى حدود بلدنا لأنه بيتنا، ولكن لابد من وجود الولد العاق في العيلة وفي البلد. لكن الحمد لله بوجود الناس الطيبة والناس الواعية كل شيء بتصوب ونحط في مصابه الصحيح، مصابه الصحيح. انت يا شيخ فايز جاي على بناء على اعتداء من واحد عوادي من دار المنسي، ولا اظنه سوي، لانه الله الله يا العوادية انهم اهل عرف وعادة وناس رجال ورجل بيعرف اللي ولا عليه، الا انه هذا الشخص اللي مش واعي اعتدى على عرضنا ببيتنا، على بنتنا وعلى بنتها وعلى كنتها، والبيت ما كان فيه رجال، وصاحت لأهلها، صاحت لأهلها في حي نزال، وراحوا لها 4-5 سيارات، والحمد لله انهم ما ادركوه، والحمد لله انه كم من قائل قبض عليه بفضل اشاوسنا وابطالنا رجال الامن العام بوقت يعني يعني كف الدم فيه وحقن دم فيه. وانتوا اليوم جايين الله يجزيكم خير وبارك الله فيكم لحق دماء، لان الولد من يومته وهو بالسجن، والجماعه والله الله الله بالعنيه ما هم بلاد، الله الله ما شاء الله لحموا اعراض اعراضهم واعراض الناس اللي حواليهم. وهاي والله يا شيخ انت لا تقول مشاجر ولا واللي بيقبلها فيكم، انتم كلكم ما شاء الله من عشائر محترمه، وانا بعرفكم بالواحد اللي بيقبل يعتدى على عرضه في بيته وبده صلح انا بعطيه صلح. ما بنقبل ما بنقبل. والله يا شيخ ما نقبل. بس هذا اعتداء سافر من شخصين، ها مش شخص يا شيخ. نعم. وانت جاي عن شخص واحد، الشخص الثاني قدم ودى يعني هو الله يرحمك يا ناصر ابو فرده ابو لؤي. الله يرحمه. احب له مقوله يقول لا تاكل الا من تمر، التمر الا من تمر نخلك. ولا تشرب العسل الا من عسل نحلك، ويلعن ابو المراجل دخلها قول دخلك. لما انت بتسوي سواء زي هاي بتسوي وجه وبتسوي ده وجه اكثر بصير تودي زعوران للناس، والناس والله يا عمي قد حالك ورجال، وبقول له اذا ما عندك رجال روح دور رجال ودينا رجال. هاي الشغله ما بدها زعوران، بدها رجال. انت مش ضارب ولد الا عشان تودينا زعوران طيب عليك ونطيب علينا، ضربتنا بنستدها ولا طيب علينا ونطيب عليك. لكن هاي اعراض يا اخوان، اعراض يا رجال حشمه زيكم تيجي تسويها صح الطيب خواطر الناس عشان ما يضل بالنفس شيء، لأنه نام على ظهور الجبال ولا تنام على قلوب الرجال، صح ولا لا؟ وإن مات من عرضه أو ماله فهو شهيد. بتقروني فهذا حديث رسول صلى الله عليه وسلم حديث الله. يا شيخ أنت جاي على اعتداء سافر على عظمه وليانا، إذا أنت جاهز للحمل وقده حياك الله يا شيخ، بنحكي. أما أنت مش جاي على مشاجرة. جاهز جاي على حملة ثقيل. جاهز حملك ثقيله يا شيخ ان شاء الله احنا شيخ ودك اياه. ابشر 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 تربي. وين كفيلك على الحد؟ انا الكفيل، انا كفيل. انت الوجه والكفيل حياك الله، انه حقها عند اجويد الله وعند رجال الله ولا ما هو قليل يا اخي. ابشر يعني لما بتعتدي على بيت في ولايه والولايه بتصيح لاهلها ولعزوتها وهي في مقابلين واهلها في نزال، والله اعلم شو كان بيسوي على الطريق، وكان قلب له واحد ومات واحد وكان دعس له واحد وقتل واحد لما وصلوها وانت فركتها، وين مراجلك؟ حياك الله. والله سلمنا من دمك ومنك وما لحقناك. الحمد لله. عند جويد الله يا اخوان هدت البيت 40 ألف. نعم. 40 متر. 40 متر. يعني متفق عليها 40 متر. لا بدنا نجيب كركون كيل من طلع له ولا بوصل له 40 متر، وكل متر له حساب عند رجال الله. حياك الله. تخريعة النسوان في دورهن
ولاياكو هذول وليانا كلنا كل مسلمة ولايا المسلمين كلنا معتصم بالله جهز جيش لبرا قالته معتصمين صحيح احنا كلنا احنا اصلا عاداتنا وتقاليدنا وعرفنا وعشائريتنا مستمدنا من ديننا الحنيف كان عندنا شرف وعندنا غيره وعندنا عرض وعندنا قانون عشائري اجى الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق ليتمم هذا القانون العشائري والعرف والعاده اللي كانت عند العرب بالدين صحيح. حتى قوانين الاردن اول ما تاسست الاماره استمدوا قوانينهم من عرفنا وعاداتنا وعشائريتنا وقوانيننا زائد دخلوا فيها شيء فرنسي على شيء بريطاني من الستينات والستات على الستينات ما صبر نسال الله انه يعين نوابنا الاكارم انهم يطوروا وعدلوا بالتشريع فيا شيخ هذا حمل الجيل حياك الله برد بكر لك جاهز ابشر جاهز انا من عندي من عند اجويد الله اقطع شو حقنا في هدت هالناس هاي على عرض في دورنا دور النسوان الناس في دورهم يروعون ويدوا عليهم بمواس وانتذكر الله وصيروا بدوا النسوان والنسوان تطنب وتعيط لهالسلامة هذا بداره واجهدوا بلاه وجابوا اولادهم وزتوهم عنده واللي بدك اياه وهذا عافى عن العجلوني العجلوني مجرور مش جار العجلوني مجرور مع المنسي نعم وجدت ام المنسي عند الزلمه لكن الزلمه ما بيقدر يحل مع نسوان بنسوان يعني النسوان بدهن رجال وراهن رجال بده يكونوا رجال وانتوا يا رجال الله انتوا ادرى واعرف بحقنا شو شيخ ابو الراد هذا حق اهل حي الزلمه شان يعني مقطع عن حقي تفضل ابو الباب الله يزيد فضلك هذه انت بتقطع حقهم واحنا بنستمع وبعدين بنجاوب والله حقك كبير يا ابو الباب ابشر 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 يا رجل ابشر يا رجل والله كل مال الدنيا ابشر بدك اياه ما بيجي بصحتها وصرختها على اهلها اطلب حقك من سالك حقك من سالك اجتمع اطلب حقك من سالك خطواته 40 ب 40,000 سجل يا ثالث ولايه في الدار كل صرخة ب 50,000 كم صرخة؟ ثلاث صرخات ثلاث ولاية ب 150 المرة وبنتها وكنتها 190 حياك الله 210 حياك اعتداءه على عرضنا وعلى بيتنا وجبت واحد معه هاي لحالها ب 100,000 ما اخذته المصاري من المرأة اخذ منها كمان مصاري قبل هيك بادعاء انه بده منها مصاري عرفت كيف؟ وهذا عيب، عيب الواحد حتى لو لك حق عند زلمة تأخذ من المرأة. صح ولا لا؟ طلبوا 500 دينار 50,000. 340 يا عيني عليك، الله حياك الله. يرسل الله حياك الله. وقليل والله قليل. وقليل والله عليك. والله 340,000 قليل. والله حييك، صلوا على النبي. اللهم صل وسلم. يا اخوان والله حقها كبير. نعم. وحقك نعم. وإحنا كلياتنا يعني الجاهة الكريمة اللي معانا والله معترف بحقك وإحنا هنا أيام فضيلة اليوم يوم فضيل يوم وقفة تقبل الله وطاعتكم اللهم اجعلنا من التوابين ومن الصالحين أمين. إحنا يا شيخنا والله حقها قليل والله كل مال الدنيا ما بسوى ضرة كرامة عند الإنسان كرامة الإنسان أغلى من كل شيء هذه فلوس وسخ دين لكن إحنا حقها كبير لكن إحنا فيه الجاه والوجه يا شيخ أبو الرائد يا سلام هات شيخ يا سلام أي طبعا شرع الجاه والوجه هذا لا يقدر بثمن الله يحفظه الله عند الله يعني شوف الله بتوعدك بالأجر العظيم الله يحفظه فما لك عبد من عبيد الله الله يطول عمرك يا أبو الرائد يا شيخنا شو تقطع لنا منهن لوجه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم الله دم دمان لله عز وجل كل اللي بقاتله في غزله بنقتله واللي صغره كل مشاكلنا وعرضنا تستباح غاد هذول بقاتله لله عز وجل صحيح أنفسهم صحيح لا احنا الله دمانا له يعني بدك انا ما لا تقارن الله بجاه وجاه شو تقطع عنا لجلال بدك لله يا سيدي صل على النبي شو تقطع عنا يا سيدي بدك تفوت لله لا لا لله ما بقارن الله بشيء لا احنا ما بنقارن يا سيدي معلش اذا بدنا نقعد نقول لله كلها لله وانتوا ارجو الاجر عند الله لا اله الا الله جاءك وجاكوا اجركوا عند الله اما كلها لله احنا دم لله ليش؟ لانه والله احنا رجال وهذول الرجال والله رجال وقطعين والله قادرين يجيبوا حقهم من السجون ومن برا السجون ومن وين مكان والله قادرين يجيبوه
لكن والله لو انها طلعت من سوي ومن واحد ولا رجال تحميه، والله يا رجل ما بنقبل نقعد هالقعدات ولا بنقبل فيها. لكن لانه احنا عارفينه مش سوي ومش صاحي، ولا واحد بيعمل عملته صاحي وعنده ضرة عقل، احنا يا عمي لاجل جيدكم احنا دورنا، انتم جاكوا عندنا مال الدنيا كله. الله يحفظك. لجاكوا.